تجي مباشرة بعد التصويت ولا بعد صدور القانون رقم 8321 اللي تيطلب من جميع الجامعة الترابية في جميع النفوذ الترابي للمملكة المغربية، جامعة ترابية حضارية قروية ومجلس العمالات ومجلس الأقاليم، من أجل خلق هذا الإطار القانوني ديال مجموعة الجامعات اللي هو يكون مخول له من بعد إخلاق ديك الشركة الجهوية اللي غادي يكون مرهون لها التوزيع ديال الماء والكهرباء والسائل المطهر. بعد النقاش ومجموعة ديال التساؤلات اللي طرحها المجموعة ديال المستشارات والمستشارين تم الإجابة عليها بوضوح من طرف السيد النائب المكلف المهمة، وتم التصويت بالإجماع على هذه النقطة. ثم النقطة الثانية اللي هي داخلة في إطار برنامج التهيئة الحضاري لمدينة أكادير 2020-2024 البرنامج الملكي، كانت هناك اتفاقية أولى أصلية رقم 60 لتهتم بإنشاء الطريق المداري الشرقي الشمالي وإعادة تأهيل الطريق السريع اللي كان في وسط مدينة أكادير. هذا التغيير هذا كانوا موراه جوج الاسباب الحق، لا هذا التغيير هذا تيهم جوج النقاط اللي عندها علاقه بجامعه مدينه اكادير. النقطه الاولى هو اضافه مخرج اضافي من الطريق المداري الشرقي الشمالي على مستوى مداره ابارز، واللي غادي هذا المخرج غادي يمشي حتى للمداره ديال شارع الجيش الملكي. والنقطه الثانيه هي اعاده النظر في صاحب المشروع المنتدب، بحيث انه صاحب المشروع المنتدب الاصلي كانت هي وزاره التجهيز، واليوم تنقدموا هذا المشروع المنتدب إدارة الشركة التنمية المحلية سوس مسا للتهيئة لاساسما. لماذا هذا التغيير هذا؟ لأنه بالنسبة لوزارة التجهيز تتعامل مع الطريق الحضاري بطريقة مماثلة كما تتعامل مع الطريق الوطنية، فقط تتعامل مع إعادة التبليط والتسفيت ديال الطرق. فإذا بغيت نتكلم على جوج ديال المحاور المهمة بالنسبة للبنية التحتية الطرقية لمدينة أكادير، ترفع من السهولة ديال الحركة السير والجوان، وكذلك ترفع من الجاذبية والجمالية ديال مدينة أكادير. ولهذا ارتأى المجلس أنه يكلف الشركة التنمية المحلية سوس مسا للتهيئة بهذه الأشغال هذه، باش نضيفوا لها تهيئة الجانب الطريق مساحة خضراء وإعادة النظر في الإنارة العمومية. الدراسة والمسابقة على اتفاقية إحداث مجموعة الجامعات الترابية سوس مسا للتوزيع، الموافقون؟